السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا تمرين 6 يقول حل باستعمال طريقة التعويض النظمات التالية أو النظمة التالية. إذا لنحل النظمة، إذا عندنا واحد النظمة، أول حاجة كنشوف بأن عندنا مجموعة من مجموعة من الأعداد المجهولة في طرفي المعادلة. دونك عندي إكس في الطرف الأول، إكس وإيكغيك في الطرف الأول، وإيكغيك وإكس كذلك في الطرف الثاني. وبالتالي أول خطوة خصنا نقوم بها هي المعادلة الأولى، خصنا نبسطوها شي شوية، نجمعو لي زيكس ونجمعو لي زيكغيك. إذا بالنسبة للمعادلة الأولى غادي نبسطها، إذا غادي الأعداد المجهولة غادي نديها كاملة للطرف الأول. إذا حنا عندنا إكس زائد ثلاثة إيكغيك، إذا إيكغيك نديها غترجع نرجعها للطرف الأول ترجع ناقص إيكغيك، ناقص ثلاثة إكس نديها للطرف الأول ترجع زائد ثلاثة إكس، والعدد واحد غادي نخليوه في بلاصتو. بالنسبة للمعادلة الثانية، هنا مادام حنا كنستعملو طريقة التعويض للحل، إذا غنحسبو إكس بدلالة إيكغيك أو إيكغيك بدلالة إكس. إذا هنا ممكن نحسب مثلا إيكغيك بدلالة إكس، إذا ناقص إيكغيك غادي نديها للطرف الآخر غترجع زائد إيكغيك، يعني غيبقى لي إيكغيك تساوي ناقص إكس. إذا دابا غادي نحاول نبسط المعادلة الأولى. عندنا إكس زائد ثلاثة إكس هي أربعة إكس، ثلاثة إيكغيك ناقص إيكغيك هي جوج إيكغيك تساوي واحد، إيكغيك تساوي ناقص إكس. إذن في الخطوة الموالية غادي نعوضو إيكغيك بالقيمة ديالها. إذن عندنا إيكغيك تساوي ناقص إكس، غادي نعوضو فيما لقينا إيكغيك نعوضوها بناقص إكس. إذن أربعة إكس زائد جوج، إذن غنعوضو إيكغيك بناقص إكس تساوي واحد. وفي المعادلة الثانية راه غتبقى كما هي. إذن المعادلة الأولى فقط كاين مجهول واحد، إذا 4 إكس جوج في ناقص إكس هي ناقص جوج إكس تساوي واحد، إذا إيكغيك تساوي ناقص إكس. 4 إكس ناقص إكس تساوي جوج إكس تساوي واحد، إيكغيك تساوي ناقص إكس. إذا إكس تساوي ماذا؟ إذا كنقسمو على جوج لأن عندنا جداء جوج مضروبة في إكس، إذا إكس تساوي واحد على جوج. وبالتالي إيكغيك غادي نعوض إكس بالقيمة ديالها، إذا عندنا ناقص إكس يعني ناقص واحد على جوج. إذا الزوج واحد على جوج ناقص واحد على جوج هو حل هذه النظمة، أو كنديرو أس تساوي واحد على جوج ناقص واحد على جوج. يعني ممكن ندير غير الحالة الأخيرة، ممكن ندير غير اس تساوي بلا ما ندير الجملة، أو ندير الجملة فقط.